سلام حبوبات، واش راكم؟ نتمنى راكم كامل ملاح ان شاء الله. يا ربي تلقاكم لا فيديو هذه بالصحه والعافيه. كما وعدتكم قلت لكم غدوه بربي ان شاء الله نحط لكم الوصفات اذا حبيتوا اكيد، وقلتوا لي حتى هنا الصباح مي ما قدرتش. دوكا كنت تشوفوا نتوما في لا فيديو العشيه ان شاء الله، معليش غدوه ديروهم لا يعجبكم اكيد. الوصفه راهي سهله بزاف بزاف بزاف. العجينه راني درتها من قبل في القناه تاعي، عجينه الرولي اللي بزاف 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 على بالهم بها، ومازال دوك يبعثوا لي في التطبيقات تاعهم تاع الرولي من عجبهم بزاف بزاف بزاف، والحمد لله. يعني كيعجبكم حاجه للدرجه هذه؟ هي اكثر حاجه ناجحه لهاد الساعه، يعني من الوصفات اللي درتهم انها اقتصاديه وبنينه. كما قلت لكم العجينه راهي نفسها، المكونات نحطها لكم في صندوق الوصف كي العاده، وطريقة التحضير سهلة جدا. نخلطوا كلش في بعضه ونلموها هذا ما كان. لي جربت وصفة الرولي تحطوا لنا تحت الكومنتات قلنا عليها، باك يجيو يدخلوا هكا يعرفوا بلي ناجحين الوصفات. هنا برك انا رومبلاسيت كي ذوبت الخميره، رومبلاسيت الماء بالحليب، حطيت الحليب هنا برك. من بعد كملت الخدمه بالماء عادي. نلموها نخلطوا برك هكا ونلموها بالماء، يعني الكونتيتي بالديتاي نحطها لكم في صندوق الوصف. طريقه سهله جدا. والعجينه هذه كانت عندي من بكري، شحال من سنه وانا كنديرها، نديرها غير في الرولي، جامي هكا درتها في كاش وصفه خلاف ولا خبيزات خلاف، بيتزا والو، بيتزا نديرها بعجينه خلاف، الخبيزات نديرهم بعجينه خلاف. المره هذه قلت ما نديرها بالوصفه زي اللي عندي قدام سنه ولا ندير بها، علاه ما نديرهاش في حاجه اخرى يعني؟ وهي درتها ونجحت ما شاء الله، تاخذوا في القيمات هذوك قيمة البيتزا جات تحفة. ماما الخبيزة الساندويتش جاو هايلين، هشاش 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 وبنان كما كنت تشوفو. لموها برك من عجنوها ما والو، راهي طرية العجينة، ما تجيش المعجونة تجي هكا شغل من الماما مليح، والله تجي طرية. نحطوها تخمر، بعد ما خمرت لنا نحيو لها الطلعه تاعها، نفشوها ونديروها ونكوروها، نديرو الكويرات تاعنا تاع البرجرز، نديرهم خبيزات صغيرين. باه انا عن نفسي حبيت نديرهم خبيزات من بعد كي يطلعوا ويطيبوا يجي خبيزات صغار وملاح، ماشي كبار ولا متوسطين، جو شويه صغار باه قيس 4 دات ويخلصوا. بعد هنا حطيتهم متبعدين على بعضهم، درت 12 حبه، درتهم متبعدين على بعضهم باهم لهم بعدهم يتنفخوا، وكمام ما تنفخ بعدهم شويه زياده على اللزوم. من هنا حبيت واحد الفكره اخرى، الحبه هذيك الاخرى مسكينه اني قستها وراح طلع مسكينه ولات صغيره. هنا بعد ما طابوا لي اكيد وجدت يعني جبت هذا وحدي ما قلت لكمش، كريمة الجبنة، طماطم، صلصة طماطم تاع البيتزا عادي، وما عنديش سلطة، قلت نعوض خضرة هكا بصلة مكرملة. بلتكم بها بصلة مكرملة، بصلة مكرملة درتها برك هي، ودرت الدجاج. انا الفكرة تاعي كي درتهم متلاصقين في بعضهم على جنب نحشها هكا، ندير كيما لي طاخت، نحي الطبقة الفوقانية بجيه ونحط هذوك الخلاطات هذوك. نحطهم فوق العجينه يعني فوق الخبز تاعنا، ونعاود نرجعها كيما لي طاخت هكا، ومن بعد تملصي بالحبه هكا. الفكره تاعي جات مي بعدتهم شويه على بعضهم وما صلحت ليش، مي معليش، المهم خبيزات هكا. نحط الخليط تاعنا هذوك الخلاطات. طماطم درت كما قلت لكم، طماطم درتها عادي مثل البيتزا، البصلات طيبتها كما على بالكم مالفين، درت الدجاج درتو عادي قليتو داويتو،
ماشي ستيل شاورما ولا نورمال مقليبك. وكلامس الجبنه درت طراف قسمها لافاش كيغي وحطيت لهم الحليب وخلطت بالفرشيطه خلطتها 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 درت كريمه ما داويتها حتى حاجه خلاف ابا درت لها الحليب وفرماج هذا ما كان. بعد ما رجعت الخبز تاعنا من فوق دهنتها بالزبده ونعاود نرجعها في الكوشه ونخليها تتحمر شويه ومن بعد نجبدوها. هنا حنعت لكم القماش تاع البيتزا. هنا عندنا الطماطم تاع البيتزا فيونداشي درتهم كريكيبات هكا وقليتهم داويتهم عادي بالملح فلفل الكحل زبده هكا ملح زبده بصله مرحيه ودرت دبشه ولا معدنوس ما على باش. المهم جبدت من الكونجلي مخبيتهم وحطيتهم وقليتهم عادي في طرف الزبده وشويه زيت. وعندنا فرماج. هنا عندنا لافاش كيغي درت العجينه من تحت كما كنت تشوفوا درتها صغيره ندير فرماج ونزيد نحط الطماطم هكا وحطت فيون داشي. انا حبيت ندير فيون داشي هكا مكركب تجيني خدمه سهله دي ماشي كيما يكون ماشي مكركب هكا ودي مفتفت هكاك و شغل ماشي سهل الخدمه. انا حبيتها تجي مليانه لقمه هكا. ونلموها بتلمنا ليه لازمنا نلمو الجناب المقابلين بعضهم جاهز على هذو هما صغيلين. انا زعتكم حبابات تشوفوها مليح كفاه فرماج صلصه طماطم لحم مفروم لموا الجوانب المقابلين بعضهم ونزيدو هكا وهي تلمت حتى ما كان. ندهنهم بالحليب ولا بالعظام ولا اي حاجه كما حبيتو ونحطهم طولتو في الكوشه يطيبو. هنا حندير مايونيز انا حبيت نعطيكم كيف ندير مايونيز منها لقيت بزاف 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 صارت لهم كيما انا عن نفسي صارت لي كانت ما تصلح ليش شحال ما خطره نديرها ما تصلح ليش. وهو المشكل وشيا من بعد كي شارشيت وحوست معلومة حبيت ما شارشيتش هكا اعتمدت على الميموار تاعي يعني كما كنا نديروها في دارنا. وكنت ندير واحد الغلطه هي اني نملح العظمه تاعي يعني صفر البيض تاعي قبل ما نبدا. وقال لك الملح كي تملحي العظمه تاعك قبل الملح ما يخليها تتحلل يعني تطلق الماء تاعها وتطلق راحة العظمه وما تلمش. وانا قلت يعني شحال ما خطره وانا نديرها وندير في نفس الغلطه وجامت ولات الملح. المهم هذه هي حبيت نقول لكم هذا هو الخطا اللي طحت فيه انا وبالك انت ثاني راكي ديري فيه وصلحيه. وكي نبداو نحطو الزيت نحطو بشويه قطيرات قطيرات ماشي نبداو طوطو كونتيتي ونخلطو طوب القطيرات كي نلقاوها بدات تتلم لتما نبداو نزيدو شويه لا كونتيتي. وكي تتلم لنا باه نحطو الخل وباه نحطو الملح ونداويوها ناسي بون راهي نجحت ونبقاو نزيدو في الزيت ويا تطلع نزيدو في الزيت ويا تطلع. هي لو كان ماشي مانويل راهي كونتيتي تجي كثر يعني لا فورس بزاف ومنها واحد بيدو شويه هكا مهما تحاولي ما تجيش كيما ماكغي عظمه وحده والله يبارك دي كونتيتي كبيره مي مانويل ما تجيش بزاف. مالي فاتت انا كي جربتها وصلحت لي درت بزوج صفار بيض الله يبارك كونتيتي وتعبت فيها بصح
انا ما حبيتش نعي روحي بزاف، درت واحد دابك. اذا عندك المعتقد، المعتقد حطيها مع الاول هكا، اذا ما عندكش ما تحطيش، والخل ما تحطيش مع الاول حتى من بعد. هذه هي الملح والدواوات، يعني دواوات والخل، خلي حتى من بعد حتى تصلح لك المايونيز وتشوفيها تلمت لك به، تداويها بالملح وفلفل كحل والخل. وهذه سبيسيال اللي كاين العراسه اللي كومونتيتي لي البارح، والله ما على بالك فوسك. المهم مبروك عليك وربي يهنيك، قلتي لي ديريها لي، ما انت ثاني عروسه جديده، ما عرفتش كي حالتي مانيال. فوالا هذه هي، وجربيها. هذه المايونيز تاعنا وجدت، تنام. وفقط هادو هما الخبيزات تاعنا، وهادو هما القيماس تاعنا. هنا ني صورت وبريزونطيت وخلصت وانفان لقيت الكليب ما كانش، ماشي مشكون عليها، هي ديجا معضوضه. هادو هما الخبيزات تاعنا، جاو يهبلوك. ما كنت تشوفو، شوفو لمسه الزبده، هذيك الزبده اللي كدهنيها من فوق، تحبي تخلطي لها كاش فورماج ولا تبهيدو من فوق كيما حبيتي. هادو القيماس تاع البيتزا بالفيونداشي، روعة بزاف 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 بزاف. نتمنى يا ربي تجربوهم وتبعتوا لي اكيد كيما كيمروا لي ان شاء الله، ما كينجحوا لكم كيمروا لي. وهذا ما كان حبوباتي، نحبكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، تهلاو في رواحكم.